أسعد الله صباحكم إخوتي وأخواتي. فيما يتعلق بالترجمة التي تدخل، الترجمة الحساسة نسميها، الترجمة الحساسة، مثلا حينما نقول she said to him don't touch me، قالت له لا تلمسني، ولكن هل سنترجمها لا تلمسني؟ هنا البعض قد يترجمها بهذه الطريقة، تكون ترجمة حرفية، ولكن الملامسة لها إيماءات قد لا تكون مقبولة في بعض الثقافات أو عند بعض التوجهات الدينية. الملامسة، إن لامستم النساء، ملامسة النساء لها دلالات أحيانا تكون عميقة أكثر وقد لا يتقبلها البعض، ولكن حينما نترجمها يفضل أن نستخدم الطريقة الثقافية المميزة التي تتماشى مع ثقافتنا كمسلمين. الجملة she said to him don't touch me هي إنجليزية، يعني هي السورس لانجويج از انجلش، والتارجت الهدف العربية، فأترجمها إلزم مكانك، بمعنى أنه لم يتحرك من مكانه، إلزم مكانك، أو لا تقترب، معناته عدم الاقتراب بأنه لا يزال في مكانه، إلزم مكانك، don't touch me. أوكي، هذه إحدى الطرق، ولكل مترجم طريقته الخاصة في الترجمة والثقافة التي تعكس انتمائه لدينه. فهنا جانب ديني قد يوافق البعض وقد لا يوافق البعض الآخر، ولكن هذه وجهة نظر شخصية وأنا أتبعها دائما. فأقول don't touch me، إلزم مكانك أو لا تقترب، لا أقول لا تلبسني، وخصوصا إن كان المتحدث أنثى. هذا، وتقبلوا خالص الشكر والتقدير. تابعونا ولكم أفضل التحايا، تابعوا القناة واشتركوا بها ولكم تحياتي. Peace.